ان في اسباب لتاجيل المفاوضات مع احمد فتحي. الاسباب كلنا عارفينها ولا اعلن عنها النادي الاهلي خلاص، عشان ما نتكلمش في القصه دي كتير، وفي ناس بتحاول يعني تعمل موضوع من خلال تاجيل الجلسه. الموضوع بسيط يا جماعه، احمد فتحي مسافر بره القاهره والاهلي قافل فروعه الثلاثه. اه طبعا منطقي ان ممكن يبقى في اجتماع او جلسات او تواصل هاتفي ما بين المسؤولين في النادي الاهلي واللاعب، يعني اكيد ده بيحصل بالمناسبه. لكن الجلسه اللي هي اللي انت تخلص فيها كل الامور، تحسم فيها كل الامور، لسه دي مش عارفين توقيتها هيبقى امتى، وده اللي مستنيينه من النادي الاهلي ومن اللاعب يعني. لكن هو في اجازه واكيد بيستغل الاجازه دي في قضائها مع اسرته يعني. دايما دايما في ناس تقعد تتكلم ايه يعني، يا ريت يا فتحي تقول لنا او انت اتجاهك ايه او انت عايز ايه وكلام من ده. الامور التفاوضيه معروفه. وبالمناسبه بقى، بالمناسبه برضه عشان نجيب من الاخر، احمد فتحي لو جدد مع النادي الاهلي فهو اضافه مؤكده. احنا بنتمنى احمد فتحي يكون موجود يعني. احنا لما بتكلم احنا دي اكيد جماهير يعني، ما اعتقدش ان في حد من جمهور النادي الاهلي شايف ان احمد فتحي مش هيكون اضافه. وبالمناسبه احمد فتحي هو هيبقى كابتن النادي الاهلي بعد رحيل عاشور واكرامي، فهو اضافه خبرات امكانيات روح اي حاجه حابب تقولها قولها على احمد فتحي. لكن يا جماعه في نفس الوقت عشان منطقيين يعني، لو احمد فتحي ما جددش مع النادي الاهلي مثلا، وهو نسبه تجديده كبيره جدا برضه بالمناسبه عشان عارفين، لكن هو لو ما جددش هو عمر الاهلي وقف على اللعيب؟ لا طبعا، رحل عن النادي الاهلي اساطير كبيره كتير جدا، وهرب بعض اللاعبين يعني، وفي الاخر الاهلي بيستمر في حصد الالقاب، بيستمر في حصد البطولات كل حاجه. فاحمد فتحي لو موجود مع النادي الاهلي ودي تمنياتنا باذن الله كلنا، فهو اضافه مؤكده مؤكده ما فيهاش نقاش. لا قدر الله مش موجود، لا قدر الله ليه رغبه اخرى، وانا عارف رغبته كويس بالتواجد مع النادي الاهلي، لو هو ليه رغبه اخرى فالاهلي مش هيتاثر، او ممكن تتاثر فنيا باللاعب نسبيا، لكن في نفس الوقت انت مش هتخسر مباريات وبطولات ولا هتستمر. الاهلي هو اضافه لكل اللاعبين، زي ما في بعضهم بيبقى اضافه للفريق طبعا امر مؤكد، لكن الاضافه اكتر لما انت بتبقى موجود جوه النادي الاهلي. لكن برضو اللي عايز اختصر في الجزئيه دي مع حضراتكم، ان مفيش ازمه ولا حاجه مع احمد فتحي، الموضوع موضوع وقت يعني باذن الله، ويخلص الملف ده بتجديد اللاعب للنادي الاهلي. بيتكلموا كمان على ان فايدر يحسم مصير انتقال ازارو نهائيا للاتفاق، ده هيبقى مع نهايه الموسم مش دلوقتي خالص، واتجاه الاستعادة التوفيق، وده امر حقيقي، بس استعادته هتبقى مع نهايه اعارته، اعارته تخلص مع اخر الموسم يعني. تعالوا نروح للدستور.